أهلا بكم إلى أخبار الجزائر، والبداية بتأكيد وزير خارجية نيجيريا يوسف توغار في تصريحنا لوكالة الأنباء الجزائرية أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط بين نيجيريا والجزائر مرورا بالنيجر يعرف تقدما كبيرا وملحوظا. تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك بالمادية من توقيف مركبة مقتادة من قبل جزائريين اثنين كان ينقلان على متنها 11 شخصا من جنسية إفريقية. تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق مهول نشب أمس في مصنع بولاية وهران، وتمكنت من منع انتشاره إلى باقي المصانع المجاورة، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. أحرزت الدراجة الجزائرية سهام بصباع ذهبية في سباق ضد الساعة فرد وسطيات الذي جرى صباح اليوم بالرياض لحساب منافسة اليوم الثالث من البطولة العربية للدراجات على الطريق لجميع الفئات. أصدرت لجنة الانضباط قراراتها بخصوص مباريات الجولة العاشرة من البطولة المحترفة الأولى، وعقبت نجم مولودية الجزائر يوسف الليلي بغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لاعتراضه على قرارات حكم المباراة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.